يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الخامسة والتسعون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق, محطات الطريق فارغة, فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام, غربة الأيام هم تضحك أيامي أيام وأشوفنك هم تضحك أيام أيام وأشوف وأشوفنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق الدرب موحش مو حش يا إمام, إمام موحش مو موحش يا إمام الدرب موحش يا, مو يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويلة هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الحادي والاربعون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم انهما مساران مسار التعظيم بكل خصائصه ومميزاته وكذلك مسار التقزيم بكل اخطائه وعثراته من جمله ما حدثتكم عنه في الحلقات الماضيه ما يرتبط بالأحداث التي تجري في عالمنا الأحداث التي تجري في عالمنا كخشبة المسرح وكواليسه وكواليس المسرح هناك مشهد يعرض على خشبه المسرح يشاهده جمهور المسرح لكن الكواليس لا يشاهدها جمهور المسرح تبقى التفاصيل الخفيه مكنوزه في كواليس المسرح المثال قد يقرب من وجه ويبعد في الوقت نفسه من وجوه لكنني مضطر ان استعمل امثله لتقريب الفكره التي اريد ان اضعها بين ايديكم مر الحديث في شبكه الحوادث المعقده التي تجري من حولنا اذا تتذكرون فانني اوردت لكم مثالا من الاحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية الظالم سيفي سبحانه وتعالى هو الذي يقول الظالم سيفي انتقم به وأنتقم منه ما نشاهده من ظلم يصدر من ظالم هذه صوره نحن نتعامل معها على ان نرفضها وان نقف بوجهها نحن مامورون ان نقف بوجه الظلم او على الاقل ان لا نكون عونا للظالمين في اضعف الاحوال اذا لم نكن قادرين ان نقف في وجه الظلم على الاقل ان لا نكون عونا للظالمين في ظلمهم وحينما اتحدث عن الظلم انني لا اتحدث عن ظلم السلاطين والحكام اصحاب العروش فقط هؤلاء ظالمون لا شك في ذلك وقد يكون ظلمهم هو الاقسى وهو الاشد لكن الظلم لا يقتصر على هؤلاء الظلم منتشر في واقع الحياه الظلم قد يكون من الولد لابيه وقد يكون من الاب لولده الظلم قد يكون من الزوج لزوجته وقد يكون من الزوجه لزوجها الظلم قد يكون من مسؤول في شركه اهليه او في دائره حكوميه لموظفيه وقد يكون بالعكس من الموظفين لمسؤولهم هذا الظلم ينتشر في كل جوانب الحياه كما يقول المتنبي في بيت جميل ودقيق والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة يعني ليس بظالم فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم هناك سبب يجعله ليس ظالما وإلا فالظلم كما قال في بيته من شيم من النفوس وتلك حقيقه حقيقه يصدقها الواقع والظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم القران وصف الانسان بالظلوم الجهول هذا وصف القران للإنسان الظلوم وليس الظالم الظلوم صيغة مبالغة هكذا يصطلح على هذا التعبير عند أهل اللغة عند أهل العربية ظلوم صيغه مبالغه على وزن فعول من ظالم على وزن فاعل ظلوم يعني ظالما وظالما وظالمه فهذا هو وصف الانسان من انه ظلوم جهول الظلم في كل مكان فما نراه من ظلم هو هذا المشهد على خشبه المسرح في كواليس التقدير هناك شيء اخر فهذا الظلم في كواليس التقدير قد يكون عقوبه لهذا المظلوم هو مستحق لذلك نحن لا نعرف هذه الاسرار لكن الكواليس فيها وفيها من عظيم الاسرار وخفايا الحكم وعجائب الغايات وغرائب البدايات لماذا بدا الامر هكذا؟ لماذا بدا؟ لماذا بدا الامر هكذا؟ بدا او بدا المعنى واحد وقد يكون هذا الظلم الذي يقع على هذا المظلوم قد يكون سببا لصلاحه ان يمنعه من الوقوع في متاهه لها اول وليس لها اخر فجاء به ووضعه في زنزانه مظلمه تلك الزنزانه المظلمه كانت سببا ان حجزته ان منعته من الوقوع في متاهه لها اول وليس لها اخر لكنه ظلم بالنسبه للظالم فالاسباب التي دفعت الظالم لهذا الفعل لا تعطي للظالم حقا ان يودع هذا الانسان في تلك الزنزانه المظلمه شبكه معقده من الاحداث هي حياتنا حياتنا بحدودها الخاصه وحياتنا بحدودها العامه في علاقاتنا مع الذين من حولنا على مختلف المستويات والطبقات هذه الشبكه يحدث فيها تغيير في كل ليله قدر حيث تتنزل الملائكه على امامنا صلوات الله عليه تاخذ الاوامر في تغيير ملامح هذه الشبكه لسنه قادمه مع ان كواليس هذا التقدير قد يكون خفيا حتى على الملائكه الملائكه طبقات فكل طبقه لها علم بحدودها والاحداث والحوادث لها تقدير مركب وتقدير معقد هذا امر يصعب الخوض فيه لكنني ساخذكم في جوله بين الايات والادعيه الشريفه بين كلمات القران وكلماتهم علنا نتلمس شيئا يكشف لنا جانبا من الحقيقه تذكروا المثال الذي جئتكم به الظالم سيفي انتقم به وانتقم منه ففي الوقت الذي يصدر الظلم من الظالم بسبب ظلمه بسبب طغيانه لكنه يتحقق في المظلوم تاره عقوبه وتاره منعا للوقوع في داهيه عظيمه واخرى تاديبا لنفس طاغيه تريد ان تستعلي لكنها حينما تظلم تنكمش تمسك بالارض تعود الى مسارها الطبيعي كي يستقر ويهدا هيجانها وطموحها الى جهات ستكون مدمرة لها ومدمرة لغيرها الى الى الظالم في الوقت نفسه انه يجر اليه اجله شيئا فشيئا فهذا الظلم لا يدوم مع الظلم لا يدوم سلطان فمن جهه الظالم ينفذ مخططا بسبب طغيانه والمخطط من ورائه تقدير في الكواليس لاجل اصلاح هذا المظلوم عن طريق الظلم او لاجل ان يتقاضى عقوبته اذا كان له من توفيق بعد ان يتقاضى عقوبته ربما سيكتشف الطريق الذي يوصله الى الهدايه يوصله الى الهدف الذي سيقوده الى حسن العاقبه الحكاية معقدة معقدة جدا والظالم في الوقت نفسه يجر الويلات على سلطانه وعرشه شيئا فشيئا لأن الظلم لا يدوم ومثلما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اسد حطوم حطوم صيغه مبالغه اسد حطوم انه يحطم كل شيء حوله اسد حطوم خير من سلطان غشوم السلطان الغشوم هو السلطان الظلوم والذي يغالي في ظلمه يغالي ويغالي اسد حطوم خير من سلطان غشوم وهذا الكلام يمكن ان ينطبق في داخل الاسره ايضا وفي داخل العشيره الصغيره وفي داخل الشركه الاهليه المحدوده قطعا كل جهه بحسبها حديث اخر مروي عن رسول الله مروي عن امير المؤمنين مروي عن امامنا الصادق مروي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين صلوات على محمد وال محمد حديث عجيب كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو فان موسى ابن عمران خرج ليقتبس لاهله نارا فرجع نبيا مرسلا فرجع رسولا نبيا هذه الحكايه حكايه دقيقه تصوروا المشهد معي في ليل حالك انها ليالي الشتاء البارده برد شديد وظلام حالك زوجه موسى جاءها الطلق كانت حاملا وهو في طريق سفره في طريق عودته من بلاد مدين عائدا الى ديار اهله في طريق عودته البرد شديد والظلام حالك والزوجه تريد ان تلد انها تحتاج الى الدفء تلفت يمينا شمالا واذا به يرى نارا من بعيد فترك اهله في مكان كي ينتظروه وذهب باتجاه النار كي يقتبس منها قبسا ليعود به الى اسرته فلما ذهب الى النار وجد ما وجد موسى وعاد موسى كليم الله عاد الى اهله رسولا نبيا النار كانت تبدو نارا بحسب خشبه المسرح ولكن في الكواليس كان الامر غير ذلك كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو فان موسى ابن عمران خرج ليقتبس لاهله نارا ولكنه رجع اليهم كليم الله رجع اليهم رسولا نبيا هذا المضمون ياخذ اتجاها اخر مثلما الظالم سيفي ياخذ اتجاها يختلف عن اتجاه حديث موسى بن عمران لكن الاتجاهات هذه تلتقي في شبكه واحده انها شبكه التقدير على اي حال ستتضح الفكره شيئا فشيئا من خلال جولتنا بين كلمات القران وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نذهب الى فاصل. عن ابن اذينة قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال ابي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه, وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان, سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق, أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه, خبثه أنه يدفن, يدفن أم ولد, ولد له وهي حية, حية مخافة أن تدل, تدل عليه الايه التاسعه والثمانون بعد البسمله من سوره النحل جاء فيها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ان اريد بالكتاب القران المصحف وهو كذلك ربما للايه وجوه اعمق من هذا الوجه ولكننا مع هذا الوجه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين القران المصحف محدود في الفاظه فكيف يكون تبيانا لكل شيء كلمات القران المصحف محدوده اذا اردنا ان ننظر الى هذه الالفاظ بما هي هي فهذه الالفاظ لها ظواهر ولها بواطن وللبواطن بواطن مثلما هو التكوين فهذا المصحف خارطه تدوينيه خارطه مكتوبه ملفوظه منطوقه في تجاويف اسرارها في بواطن هذه الآيات وفي أغوار هذه الكلمات وفي خزائن هذه السور إنها الخزائن العميقة والعميقة مثل ما جاء في كلماتهم من أن بطونه تمتد إلى سبعين من البطون والقضية لا تقف عند هذا الحد لأن التكوين عميق هذا الكون عظيم وهذا الكون له ظاهر وله باطن ولباطن باطنه باطن القضيه لا تقف عند حدود قريبه تصل ايدينا اليها هناك عمق بعيد في هذا الكون وهناك عمق بعيد في هذا التدوين مر علينا الكلام فيما يرتبط بعلاقه التشريع بالتكوين وهذا الذي اتحدث عنه هو وجه من وجوه تلك الحقيقه أعني حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع والارتباط بين الاثنين ارتباط مفصلي مفصلي بتمام معنى الكلمة بحيث لا يمكننا أن نفكك بينهما قطعا اتحدث عن التشريع الصحيح الذي هو تشريع محمد وال محمد فقط لا اتحدث عن تشريع سقيفه بني ساعده ولا اتحدث عن تشريع سقيفه بني نجف اتحدث عن تشريع محمد وال محمد الصحيح أتحدث عن تشريعهم المعصوم الذي هو صادر عن المعصوم. لا أتحدث عن تشريع الضلال إن كان من سقيفة بني ساعدة أو كان من سقيفة بني مرجعية، بني نجف. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فهناك ظاهر هو هذا الذي يبدو على خشبه المسرح في عالم التفسير وهناك باطن يستقر في كواليس مسرح التفسير هذا هو الذي اردت الاشاره اليه شيء يتجلى لنا يظهر على خشبه الواقع وهناك شيء يكون في ما وراء الواقع الذي نحن نتحسسه نحن نتلمسه والا لن تكون الايه سليمه ولن تكون الايه صحيحه ان لم تفهم بهذا الفهم كيف يكون القران المصحف بحدود الفاظه التي هي ما بين الدفتين كيف يكون تبيانا لكل شيء ابسط الامور ما بينت فيه احكام الصلاه التي هي عبادة من اهم العبادات في ديننا، اين هي احكام الصلاة؟ احكام الحج تفاصيل العقيدة اين هي؟ لن نستطيع ان نتواصل مع القران المصحف الا بالرجوع الى محمد وال محمد وهذا في أفق الظاهر في أفق العبارة ما وراء الظاهر فإن الحديث سيأخذ بعدا آخر نحن في مستوى الظاهر لا نستطيع أن نتعامل مع القرآن المصحف إلا بالتلازم مع العترة الطاهرة ومن هنا فإن حديث الثقلين يأمرنا بشكل واضح إذا أردنا أن نكون على الهداية أن نتمسك بهما معا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وبيعة الغدير ادل دليل على ذلك اننا بايعنا على ان ناخذ التفسير انه التفسير للعباره ما ياتي من ذكر في الاحاديث من انه من باطن القران هذا شيء في افق المدارات القضية أعمق من ذلك بكثير حدثتنا الروايات عن جانب من باطن القرآن لكن ذلك وفقا لقانون المدارات وحينئذ فهو أقرب إلى الظاهر مما هو إلى الباطن وهو ابعد عن حقيقه الباطن هذه المضامين التي وصفت في الروايات من انها من بواطن القران هي حاله برزخيه ما بين الظاهر والباطن القران مثلما قال امير المؤمنين ظاهره انيق نحن الى الان ما ادركنا اناقه الظاهر هذا فماذا نقول عن الباطن العميق هكذا وصفه سيد الاوصياء من ان ظاهره انيق وباطنه عميق فما جاء في الروايات من ذكر للمعاني الباطنه القرانيه انها في الافق البرزخي ما بين الظاهر والباطن نصطلح عليها من انها من المعاني الباطنيه لانها ليست من المعاني الظاهريه الحكايه عميقه ومن هنا قالوا من ان ابعد شيء عن عقول الرجال تفسير القران ان ابعد شيء عن عقول الرجال تفسير القران ولذا اشترطوا علينا ان ناخذ التفسير من علي وال علي في بيعه الغدير ان ناخذ التفسير منهم فقط وفقط على اي حال الايه واضحه واضحه جدا من ان في مسرح التفسير هناك مشهد لكن في كواليس مسرح التفسير هناك حقيقه الحقيقه التي في كواليس مسرح التفسير هي التي حدثونا عنها وقالوا من ان القران لا يفهمه الا محمد وال محمد هذا المضمون الذي تحدث القران عنه اولا في سوره ال عمران وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هم اخبرونا صلوات الله عليه من ان القران لا يفهمه إلا من خوطب به الذين خوطبوا بالقرآن بشكل مباشر محمد وآل محمد نحن خوطبنا بالقرآن عبره لذا فإن القاعدة التفسيرية واضحة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لمن لمحمد وال محمد المضمون لنا فنحن اذا اردنا ان نصل الى هذا المضمون لابد ان نكون اوفياء ببيعه الغدير ان ناخذ التفسير منهم صلوات الله عليهم القران لا يفهمه في باطنه العميق بل في ظاهره الانيق ايضا لا يفهمه الا من خطب به من هنا امرنا بالتمسك بالاثنين معا بالقران ومن خطب بالقران القضيه واضحه لا تحتاج الى كثير من الكلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هناك مشهد على خشبه المسرح وهناك حقيقه في كواليس المسرح اذا ما ذهبنا الى سوره البقره والى الايه السادسة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذه الصورة على خشبة المسرح وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذه الصوره في كواليس المسرح كتب عليكم القتال وهو كره لكم صوره واضحه يجب علينا ان نتعامل معها ان نستجيب لهذه الكتابه مع ان النفوس تتنفر من ذلك هذا هو الذي يجري على خشبه المسرح كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون نحن نعلم ولكننا نعلم الذي نراه على خشبه المسرح وهذا ما هو بعلم ولذا فان الايه تقول والله يعلم انتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون مع اننا نعلم ونشاهد الذي يجري على خشبه المسرح لكننا لا نعلم ماذا يجري في الكواليس ليس عندنا من علم بتفاصيل تلك الشبكه المعقده من تقدير الاحداث والحوادث الايه بحاجه الى تدبر طويل لكنني لا املك وقتا كافيا كي اقف طويلا عند كل ايه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هذا الذي نحبه على خشبه المسرح وهو شر لكم في كواليس المسرح والله يعلم وانتم لا تعلمون من هنا نحن بحاجه الى امام هذا هو سر الاحتياج الى الامام اذهب بكم الى سوره النساء والى الايه التاسعه بعد العاشره بعد البسمله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا التعبير يختلف عن التعبير في الآية السابقة التي قرأتها عليكم من سورة البقرة فعسى ان تكرهوا شيئا هذا على خشبه المسرح ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في الكواليس يمكن ان يتغير التقدير في الايه التي مرت علينا من سوره البقره وعسى ان تكرهوا شيئا في خشبه المسرح وهو مقدر في الكواليس وهو خير لكم بنحو ثابت وعسى ان تحبوا شيئا على خشبه المسرح ولكن في الكواليس بنحو ثابت وهو شر لكم هنا الصوره في الكواليس يمكن ان تتغير تلاحظون ان الصور قد تكون ثابته وقد تكون متحركه متغيره وهذا هو الذي قصدته حينما حدثتكم عن شبكه التقدير اتحدث عن تقدير الاحداث والحوادث وكيف أن تغييرا يجري في تلك الشبكة في كل عام في شهر رمضان في ليلة القدر هناك تغيير في الخطوط الواصلة وفي الخطوط المنفصلة في تلك الشبكة قد تنفصل الخطوط المتصله وقد تتصل الخطوط المنفصله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الحديث في العلائق الاسريه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشرهن بالمعروف فان 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 كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الايه الاربعون بعد البسمله من سوره الحج جاء فيها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض انها سنه التدافع هذا الذي يتحدثون عنه في ايامنا ما يصطلح عليه بصدام الحضارات وقد يعبر عنه بصراع الحضارات هذا هو صدام الحضارات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فتاره يعلو هذا الطرف واخرى يذهب نازلا هابطا فيعلو ذلك الذي يجلس في الحاشيه ويذهب الذي كان جالسا في المتن انها عمليه سوط القدر كما وصفتها الروايات والاحاديث حتى يعود اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض انها النظريه القائله بدورات الحضارات المتشابهه لا اريد ان اخوض في هذا التفصيل المقام لا يسع لذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الذي يظهر على خشبه المسرح هو التدافع التصادم لكن الذي في الكواليس هو هذا الحفاظ على هذه الصوامع والبيع والصلوات والمساجد حيث يذكر فيها حيث يذكر فيها اسم الله كثيرا دققوا النظر في تعبير الايه ما قالت الايه يذكر فيها الله كثيرا قالت يذكر فيها اسم الله كثيرا اسم الله من انه الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الا تتلمسون من ان كل المؤسسات الدينيه في زماننا هذا بدات تبحث عن مستقبل العالم وعن الايام القادمه الموعوده كما يسمونها كل بحسبه كل على هواه وكل حزب بما لديهم فرحون مثلما نحن فرحون بما عندنا الاخرون فرحون بما عندهم لا اريد الخوض في هذه التفاصيل الايه واضحه يذكر فيها اسم الله كثيرا ما قالت الايه يذكر فيها الله كثيرا على اي حال انا لا اريد ان اذهب في تفاصيل كل ايه اتلوها عليكم نحن في جوله سريعه لايات تشتمل على هذا المضمون فيها صوره على خشبه المسرح وصوره في كواليس مسرح التقدير انني اتحدث عن مسرح التقدير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هذا التدافع وهذا التصادم بين الحضارات بين الامم وبين الشعوب يبدو على خشبه مسرح التقدير ليس مريحا لكن في الكواليس هناك وهناك من الاسرار والتفاصيل الايه تتحدث عن هذه الحقيقه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز النصر في اخر الامر سيكون لاسم الله ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز انها الجهه التي تتزين باسم الله هذه الجهه التي ستكون منصوره من قبل الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. نذهب الى فاصل. عن زائدة بن قدامه عن عبد الكريم قال ذكر عند امامنا الصادق صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه, عليه القائم. القائم فقال, فقال ان يكون, يكون ذلك ولم يستدر, يستدر الفلك حتى يقال, يقال مات, أو مات او هلك في اي واد سلك فقلت, فقلت وما استداره الفلك. الفلك فقال, فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال, على سؤال لجابر الجعفي متى يكون, يكون هذا الأمر فقال, فقال أن, أن يكون, يكون ذلك يا جابر, جابر ولما تكثر القتلى, تكثر القتلى بين الحيره والكوفه <applause> الايتان السادسه والسابعه بعد البسمله من سوره المعارج تتحدثان عن حقيقه موجوده في شعورنا وفي علمنا وفي تقديرنا للامور انا لا اريد ان اقرا الايات السابقه لهاتين الايتين لانني سادخل في تفسير وبيان لا اريد ان اتناوله في هذه الحلقة لأنه خارج عن موضوعنا سأقرأ الآيتين فقط إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا الكلام ينطبق على يوم القيامة ينطبق على يوم الرجعه ينطبق على يوم الظهور انها ايام الله ايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الكره ويوم القيامه انها القيامه الكبرى يوم القيامه نراه بعيدا يوم الرجعه نراه بعيدا يوم الظهور نراه بعيدا وان كنا نمني انفسنا بقرب الظهور لكننا اذا اردنا ان نبحث في طوايا خلجاتنا النفسيه فاننا نجده بعيدا وانما نمني انفسنا بقربه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا الذي يبدو على خشبه مسرح التقدير نراه بعيدا في الكواليس انهم يرونه قريبا هكذا تجري الامور في واقع حياتنا اليوميه وفي واقع حياتنا الغيبيه التي لا نعرف اسرارها ولا نعرف ما هو مخبأ لنا في قادم ساعاتنا فضلا عن قادم ايامنا انهم يرونه بعيدا على خشبه مسرح التقدير ونراه قريبا في كواليس مسرح التقدير هناك حقيقة تحدثت عنها سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا نحن في غفلة هذه الغفلة فيها جانب ايجابي وفيها جانب سلبي الجانب الايجابي هذه الغفله تعيننا على ان نستمر في حياتنا لاننا اذا كنا ملتفتين ومنتبهين الى كل صغيره ودقيقه من امورنا لن نستطيع ان نستمر في حياتنا الدنيويه سنعرض عنها لاننا سنلامس حقيقتها من انها منتهيه فلماذا كل الاهتمام هذا بها هذه الغفله تعيننا ان نستمر في حياتنا في كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ان الله سبحانه وتعالى جعل الحماقه جزءا من تكوين الانسان ولولا ذلك لما استطاع الانسان ان يعيش في هذه الدنيا لان الانسان اذا كان عقلا كاملا حينئذ سيفكر في عواقب الامور والعقل الكامل اتحدث عن عقل كامل بنحو نسبي اتحدث عن عقل كامل لامثالنا نقول عنه عقل كامل بنحو المسامحه بنحو التساهل في التعبير بالقياس الى ما هو دونه فاذا كنا على عقل كامل فاننا سننظر في كل امر بحسب عاقبته وحينما لا نجد عاقبه حقيقيه لاي امر فاننا سنعرض عنه سنقوم باهماله فاذا ما نظرنا الى شؤون الدنيا فاننا لا نجد شانا في الدنيا يستحق الاهتمام لكن الحماقه التي هي جزء من تكويننا والغفله التي هي جزء من ادراكنا تجعلنا ننظر الى امور لا عاقبه لها من انها مستديمه هذا الجانب الايجابي الجانب السلبي ان نغرق مع الغفله ان نذهب بعيدا معها اذا ذهبنا بعيدا معها الويل لنا هذه الغفله ستقودنا بعيدا بعيدا عن امام زماننا مثلما فعلت بمراجع النجف وكربلاء لقد اخذتهم بعيدا عن امام زماننا وغطسوا في ضلالهم حتى بعد ان عرفوا لا يريدون الخروج من ضلالهم تعلقا بالمناصب والاموال وبما عندهم من الدنيا هذه حقيقه اتباعهم لا يعرفونها على الاقل انا اعرفها وهم يعرفونها اتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يتابعون برامجي هذه على الاقل هم يعرفونها وانا اعرفها ايضا يذكرني هذا بحكايه تنقل عن عمرو بن العاص قبل ان يسلم التقى بمسيلمه الكذاب ودار حديث فيما بينهما عن نبوه محمد صلى الله عليه واله مسيلمه قال ل عمرو بن العاص وأنا عندي قرآن وبدأ يقرأ من قرآنه على عمرو بن العاص ثم سأل عمرو بن العاص ما تقول في ذلك؟ قال: ويحك يا مسيلمه انت تعلم اني اعلم انك كاذب فما هذا الهراء انت تعلم إني أعلم أنك كاذب كاذب يعرف كاذبة اثنين واوية والواوي يعرف الواوي فقال ويحك يا مسيلمة ما هذا الكلام ما هذا الهراء ما معنى سؤالك هذا فأنت تعلم أني أعلم أنك كاذب على الأقل فيما بينهما على الأقل فيما بيننا فيما بيني وبينكم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء لأنني أعرف الحقيقة وهم أيضا يعرفون الحقيقة أعود إلى الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ما كنت تراه كان على خشبه المسرح كان عليك ان تعرف من ان الكواليس فيها ما فيها وليس هناك من حل لنا الا التسليم ما هو الاسلام تعريفه في ثقافه العتره الطاهره الاسلام هو التسليم التسليم لمن التسليم لامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من اراد منكم ان يستكمل الايمان كل الايمان هذه كلمات ائمتنا من اراد منكم ان يستكمل الايمان كل الايمان فماذا يفعل فليقل القول مني ما قاله محمد وال محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما كان موجودا على خشبه المسرح وما كان في الكواليس ما اسروا وما اعلنوا هكذا نخاطبهم في زياراتهم اني مؤمن بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم لاولكم واخركم لقد كنت في غفله من هذا، هذا الخطاب يوجه للإنسان متى؟ الآيات السابقة ترسم لنا المشهد، الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة قاف وما بعدها وجاءت 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 سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت 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 سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كنت تراه كان على خشبة المسرح الحقيقة في الكواليس والعلاج هو التسليم لإمام زماننا التسليم التسليم والتسليم في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون في تأويلهم قد أفلح المسلمون قد افلح المؤمنون قد افلح المسلمون المؤمنون هم المسلمون هذا حديثهم ما هو حديثي قد افلح المؤمنون قد افلح المسلمون لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لو كنا مسلمين لمحمد وآل محمد فهذا الخطاب لا يوجه الينا التسليم لمحمد وأهل محمد له مذاق آخر له طعم آخر اتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير, كثير الرقي, الرقي قال قلت لابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه, عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة من سورة آل عمران حديث مباشر عن كل المضامين التي تقدمت في الآيات التي تلوتها عليكم لا أريد أن أتناول سياق الآيات التي قبلها الوقت لا يكفي سأذهب إلى الآية بحدود ألفاظها ومكروا مكروا وفقا لما عندهم من معطيات يشاهدونها على خشبه مسرح التقدير ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكروا اعداء الله الحديث هنا عن اليهود أنا لا أريد أن أذهب إلى سياق الآيات كما قلت لكم قبل قليل ومكروا إنهم أعداء الله على أي أساس كان مكرهم على أساس ما يشاهدونه على خشبة مسرح التقدير هم لا يملكون اطلاعا على ماذا يجري في كواليس هذا المسرح انهم يشاهدون الذي يجري على خشبه المسرح بغض النظر اكانت الستاره مفتوحه ام لم تكن في بعض الاحيان قد تكون الستاره مغلقه وعامه الجمهور لا يشاهدون ماذا يجري على خشبه المسرح الى الان لم تفتح الستارة لكن هناك من يتلصص من هو قادر على ان يدخل الى المسرح فيرى ماذا يجري على خشبة المسرح وان كانت الستارة مغلقة اما بنفسه عن طريق شخص يخبره من داخل المسرح او من طريق كاميرات المراقبه لكن بالنتيجه كل ذلك يجري على خشبه المسرح الكواليس ليس له من طريق اليها ومكروا ومكر الله مكر الله أين يكون؟ في كواليس مسرح التقدير ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الماكرون هنا محمد وآل محمد فلا نتوقع أن الله يقايس فيما بين مكره ومكر إبليس مثلا نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق, الصادق. صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين المكر هنا هو حسن التخطيط الإلهي ولطف التدبير الرباني. والماكرون هنا محمد وال محمد. فإن التخطيط بأيديهم. وإن التدبير والتقدير إليهم. نحن لا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى يقايس بين مكره ومكر ابليس او ان يقايس بين مكره سبحانه وتعالى ومكر معاويه على سبيل المثال هذا الكلام ليس منطقيا هناك ثلاثه احتمالات والله خير الماكرين اما ان الله يقايس نفسه بماكرين لا وجود لهم وهذا الكلام ليس منطقيا كيف يقول في قرانه والله خير الماكرين ولا وجود لماكرين يقايس نفسه معه الكلام ليس منطقيا أبدا يكون الكلام لغوا حينئذ لا يقول حكيم مثل هذا إذن الماكرون موجودون هناك احتمالان الاحتمال الأول الماكرون ابليس ومعاويه وامثال معاويه هل يعقل ان الله يقايس نفسه بهؤلاء ثم هكذا يقول والله خير الماكرين صيغه خير هذه صيغه افعل التفضيل في الاصل اخيار يعني ان الماكرين هم اخيار ومكرهم خير لكن الله اخير منهم لانه هو الذي اوجدهم وهو الذي اعطاهم القدره على هذا المكر على حسن التخطيط ولطف التدبير الماكرون محمد واهل محمد حينئذ سيكون الكلام منطقيا لانه قايس نفسه بالذين يقول دعاء شهر رجب المروي عن امام زماننا عنهم لا فرق بينك وبينها وبينهم الا انهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها بين هذه الذوات بين هذه الحقائق لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك تكون المقايسه منطقية وجيهة حكيمة حينئذ المكر هو التخطيط الحسن التدبير اللطيف الذي يكون خفيا انها كواليس مسرح التقدير ومكروا هؤلاء اسسوا مكرهم على الذي شاهدوه على خشبه مسرح التقدير لكن الله سبحانه وتعالى يكون مكره في كواليس مسرح التقدير عبر اوليائه الماكرين المخططين التخطيط الحسن والمدبرين التدبير اللطيف ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذا ذهبنا إلى سورة الأنفال وإلى الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ما خطط له الماكرون من عتاة قريش وفي مجلسهم في دارهم حينما جلسوا يخططون لقتل رسول الله دخل عليهم شيخ نجدي وهو الذي اشار عليهم ما اشار به ذلك الشيخ النجدي بعد ان اشار عليهم ما اشار به اخذوا يفتشون عنه كي يشكروه فما وجدوا انه ابليس الروايات هكذا حدثتنا واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هناك حدث على خشبه مسرح التقدير وهناك حقيقه تجري في الكواليس هذا المضمون موجود في القران كله من اوله الى اخره وحتى اذا ما اردنا ان نترك النظر الى القران فان واقع الحياه هو الذي يخبرنا عن هذه الحقيقه ما نشاهده من الاحداث حتى لو كانت سريه انها سريه بحسب تصرفاتنا لكنها ليست سريه كسريه ما يجري في كواليس مسرح التقدير ما يجري في واقع الحياه له صوره نحن نراها ونحن نعلم في وجداننا هناك حقيقه وراء هذه الصوره نحن لا ندرك تفاصيلها هذا هو منطق الواقع وهذا هو منطق القرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكرين هذا تكرار لنفس الصيغة السابقة والله خير الماكرين خير الماكرين الممدوحين ما هذا مكر من رسول الله ومن امير المؤمنين ان بات الامير في فراشه ما هذا مكر ظاهر هم مكروا ونحن مكرنا محمد واهل محمد هذا مكر ظاهر انا لا اتحدث عن المكر الظاهر هنا وانما جاء الكلام استطرادا فان الايه حين تقول والله خير الماكرين انها تتحدث عن المكر الخفي مثل ما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، هذا أمر ظاهر، ولا تمكر بي في حيلتك، هذا أمر خفي. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من سورة الأنفال أذهب بكم إلى سورة النمل إلى الآية الخمسين بعد البسملة وما بعدها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هم لا يعلمون بتخطيطنا هم مكروا مكرهم وفقا للمعطيات على خشبه المسرح اكانت سريه ام علنيه ظاهره للجمهور الذي جاء لمشاهده المسرح ام انها خلف ستاره المسرح لان الستاره لم تفتح بعد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين الحديث عن قوم ثمود سياق الآيات السابقة في قصة قوم ثمود ومكروا مكرا ما كانوا قد خططوه في مواجهة نبيهم صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون انجيناهم بمكرنا هذه الايات بحاجه الى وقفه طويله ففيها الكثير من المطالب والوفير من المضامين لكن الوقت لا يكفي للتوغل في جميع جهاتها وانما اكتفي بما اردت الاشاره اليه من ان الايات تتحدث عن صورتين عن صوره ظاهره على خشبه مسرح التقدير وعن حقيقه تجري في كواليس مسرح التقدير هؤلاء لا يعلمون بها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون من سورة النمل أذهب بكم إلى سورة يونس إنها الآية الحادية والعشرون بعد البسملة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله اسرع مكرا انه المكر الاسرع واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون من سورة يونس إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والتسعين بعد البسمله افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون الامن من مكر الله من عظائم الذنوب من كبائر الذنوب افامنوا مكر الله يعبثون ويفعلون ما يريدون وهم يعتقدون ان مكر الله بعيد عنهم ان يامن الانسان مكر الله كبيره من الكبائر وعظيمة من العظائم. انها عظيمة من العظائم العقائديه وكبيره من الكبائر العقائديه. كيف يامن الانسان مكر الله؟ انه يستهين بجلاله وقدسه. لانه يقلل من شان حكمته حكمته سبحانه وتعالى ان تكون الاحداث ظاهره على خشبه مسرح التقدير لكي تستمر الحياه لاننا اذا اطلعنا على الحقائق فاننا لا نستطيع ان نستمر في حياتنا والاستمرار في الحياه غايه مطلوبه لتطبيق البرنامج الالهي فلاجل ان نستمر في حياتنا كي نطبق البرنامج الالهي لابد من غفله هذه الغفله تتحقق في ان نظرنا يقف عند حدود خشبه مسرح التقدير ولا يستطيع ان يتعداها الى كواليس مسرح التقدير فلا يحق لنا ان نامن ما يجري في الكواليس تلك استهانه بحكمه الله سبحانه وتعالى افامنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون من سوره الاعراف اذهب بكم الى سوره الرعد الى الايه الثانية والأربعين بعد البسملة (وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا) وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا حتى مكرهم هو جزء من التقدير فيما يظهر على خشبه المسرح ولذا فإن المكر بكله لله سبحانه وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا قلت لكم انها شبكه معقده من الاحداث والحوادث شبكه تلتقي فيها كل الخطوط هناك خطوط متصلة وهناك خطوط منفصلة وهذا الانفصال وهذا الاتصال قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون نفسيا لا علاقه له بالزمان والمكان انما يكون التواصل نفسيا وجدانيا بغض النظر عن الزمان والمكان اذا كان التخطيط يرتبط بشخص بما هو هو بغض النظر عن الزمان والمكان وقد يؤخذ الزمان والمكان في التقدير تارة يؤخذ المكان فقط وأخرى يؤخذ الزمان فقط وتارة يجمع بين الزمان والمكان قد يقول قائل كيف يمكننا أن نفصل بين الزمان والمكان نحن لا نفصل بين الزمان والمكان لكن التقدير لا يعبأ بالزمان في بعض الاحيان وإنما يعبأ بالمكان الزمان يكون ليلا يكون نهارا يكون في الصيف يكون في الشتاء يكون في بداية عمر الإنسان أو في آخره ليس مهما في التقدير المهم المكان إذا ما وصل إلى المكان الفلاني لغاية لغرض فإن التقدير يُفعل في ذلك المكان بغض النظر عن الزمان وفي بعض الأحيان يكون التقدير ناظرا إلى الزمان وليس إلى المكان فلا يعبأ التقدير بالمكان وإنما يعبأ بالزمان وفي تقدير آخر فإن التقدير يعبأ بالاثنين معا بالزمان وبالمكان وهكذا هذا الكلام تقريبي هذا الكلام على سبيل الامثله والنماذج من مراتب واشكال والوان وانواع التقديرات في خارطه التقدير المعقده والمعقده جدا والتي هي على طبقات وطبقات لا حصر لها الذي يظهر منها على خشبه المسرح هو راس خيط من تلك الشبكه المعقده الواسعه الممتده كل شبكه موجود في كواليس مسرح التقدير انها تحت نظر امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل عن ابي بصير عن ابي عبد الله صادق العتره صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت امامك قال قلت اي والله قبل ان اخرج من الكوفه فقال حسبك اذا الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان انه الكتاب الذي في بيوتكم أذهب بكم إلى دعاء كميل إنه كميل ابن زياد رضوان الله تعالى عليه من أصحاب سيد الأوصياء هذا الدعاء علمه أمير المؤمنين لكميل هذا ماذا نقرأ في دعائك ميل اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ما يظهر على خشبه المسرح من فرار الانسان من الله يحاول الانسان في الدنيا يحاول الفرار من الله هذا على خشبه المسرح فقط في الكواليس لن يستطيع الانسان الفرار من الله الى اين يعطي وجهه ونهايه امره الموت اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك خفي مكرك في كواليس مسرح التقدير وظهر امرك فامرك هو الغالب وامرك هو الظاهر وما يجري في الكواليس هو الذي يكون ظهر امرك غلب امرك الذي في الكواليس أمرك هو الظاهر وأمرك هو الغالب وما بدا لعبادك على خشبة مسرح التقدير كان لصالحهم وكان بإمكانهم أن يحسنوا الاختيار إلا أنهم أساءوا هل يستطيعون الفرار من حكومتك إلى أين يذهبون؟ الى اي مكان يتوجهون اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك نحن اذا اردنا الفرار فاننا نفر منك اليك الى اين يكون فرارنا اننا نفر منك اليك اننا نفر الى بابك الذي فتحته لنا اين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نخاطب امام زماننا في دعاء الندبه الشريف اين باب الله الذي منه يؤتى اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء فرارنا الى هناك منظومه الادعيه بنيت على هذا الاساس كل الأدعية من أولها إلى آخرها ماذا نقرأ أيضا في دعاء كميل إلهي ومولاي أجريت علي حكما أنت الذي أجريته علي أجريت علي حكما كيف تصور هذا على خشبه مسرح التقدير الهي ومولاي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي عدوي هو الشيطان شيطان الانسان شيطان الجن الشيطان بكل اشكاله إلهي ومولاي أجريت عليّ حكماً اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرّني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء أسعده أعانه القضاء أعانه على هذا هكذا تقدر الامور واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك نذهب الى فاصل عن بريد قال سمعت ابا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس اماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الامام إلهي ومولاي أجريت عليّ حكماً اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرّني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء أسعده قضاؤك على ذلك أسعده أعانه واسعده على ذلك القضاء دققوا النظر في هذه العبائر فيها اسرار التقدير فيها اسرار ما يجري على خشبه مسرح التقدير وما يجري في الكواليس وما نقوم به نحن من اساءه فعل بامكاننا ان نحولها الى احسان والى خير الهي ومولاي اجريت علي حكما انت الذي اجريته علي اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى غرني عدوي بما اهوى خدعني واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجه لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. انا الذي فعلت ما فعلت بنفسي لانني لم ادرك ماذا يجري في الكواليس، لو كنت مسلما لامامي. لو كنت على عقيده سليمه. لو كانت ثقافتي ثقافه العثره الطاهره. لو كانت عقيدتي اخذتها من هذه الادعيه والزيارات كما يقول امير المؤمنين الا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر الشيعه يقرؤون الادعيه ولا يفقهون معناها لماذا؟ لان مراجعهم اساسا لا يفقهون معناها فمن اين يتعلمون؟ وحتى إذا ما شرحوها في الكتب أو في الفضائيات شرحوها بشكل خاطئ بدرجة مئة بالمئة وقد عرضت الكثير من هذا في برامجي فضائح جهلي وجهالتي مراجع الشيعة في شرح الأدعية لا تعد ولا تحصى على مستوى الكتب بالنسبة للذين كتبوا في شرح الأدعية وعلى مستوى البرامج والمنابر بالنسبة للذين يتحدث من يتحدث عنهم على المنابر وفي الفضائيات وكذلك بالنسبة لأجوبتهم التي كتبوها على الأسئلة التي توجه إليهم فضائحهم لا تعد ولا تحصى وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف يتعلم الشيعه حقائق هذه الادعيه؟ فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجه لي فيما جرى علي فيه قضاؤك حتى في ما ارتكبته من سيئاتي وألزمني حكمك وبلاؤك ويستمر دعاؤك ميل بنفس هذه الوتيرة إلى أن يقول في جهة أخرى من جهاته إلهي وسيدي فأسألك بالقدره التي قدرتها وبالقضيه التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه اجريتها هذا في كواليس مسرح التقدير انتهب لي في هذه الليله وفي هذه الساعه كل جرم اجرمته وكل ذنب اذنبته وكل قبيح اسررته وكل جهل عملته كتمته او اعلنته اخفيته او اظهرته وكل سيئه امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم هو اخفاه عنهم هو امرهم بمراقبتي ولكنه خوفا علي من عظائم سيئاتي التي سيكتبها الملائكه وبعد ذلك تطبق القوانين علي من قبل الملائكة المسؤولين عن ذلك هو اية رحمة هذه وكل سيئة امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت أذهب إلى دعاء الافتتاح هذا المقطع الذي ساقراه عليكم من دعاء الافتتاح يناسب هذه العبائره التي قراتها عليكم من دعاء كميل دعاء الافتتاح مروي عن الناحيه المقدسه من ادعيه امام زماننا التي وردت الينا والذي يقرأ في ليالي شهر رمضان فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك انني اتدلل عليك حينما اراك تفعل بي هكذا فلماذا لا اتدلل عليك وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم حتى الملائكه الموكلون بنا لهم خشبه مسرح وهناك كواليس هناك كواليس نحن نفعل فيها الاعاجيب يسترها هو سبحانه وتعالى قطعا هذا الستر يتفعل عبر السبب المتصل بين الارض والسماء انه إمام زماننا هذا هو الساتر الحقيقي المباشر لهذا هو الذي يخفي ما يخفي عن هؤلاء الملائكه يعطل قدراتهم الكاشفه وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترته فلماذا لا أتدلل عليك وأنا أراك هكذا تفعل بي فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدلل عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك وما قتلني الا جهلي ما قتلني الا جهلي يا بقيه الله فان ابطا عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الامور فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم من منك علي يا رب انك تدعوني فأولي عنك وتتحبب الي فأتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك هذا هو الدلال بعينه أنا أتدلل وأتعزز عليه إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك التطول التفضل كأنني أنا المتفضل عليك كأن لي التطول عليك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل ما قتلني إلا جهلي فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك انك جواد كريم هذه الكلمات تختصر حقيقه العباده وتوجز حقيقه الانسان وترسم لنا لوحه جميله لاخلاق الله تعالى معنا تلك الاخلاق التي تتجلى في محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نذهب الى فاصل. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم في دعاء ابي حمزه الثمالي الذي رواه عن امامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه في اول الدعاء الشريف الهي لا تؤدبني بعقوبتك انها العقوبه الظاهره على خشبه مسرح التقدير ولا تمكر بي في حيلتك انها كواليس مسرح التقدير المكر يكون في الخفاء الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من اين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك كل الادعيه تلاحظون ان خيوطها نسجت وفقا لحقيقه ارتباط التشريع بالتكوين انه ارتباط مفصلي لا نستطيع ان نفكك بينهما بين التشريع والتكوين، كل الادعية نسجت خيوطها وفقا لهذا النظام وحينما ياتي الحديث عن التقدير فكل الادعية تتحدث عن تقدير ظاهر على خشبة مسرح التقدير وعن حقيقه خفيه في كواليس مسرح التقدير والعاقبه هناك ولذا فان الادعيه تحاول ان تجعل الانسان قادرا على تجاوز ما يظهر على خشبه مسرح التقدير كي يحصل المعونه كي يحصل اللطف لدفع ما يجري في الكواليس من هنا كان قانون الدعاء هكذا يقول من ان الدعاء قطعا بحقائقه يرد القضاء ولو أبرم أبراما ومر هذا الكلام علينا كل الأدعية مدارها هذا المدار لن تجد دعاء في منظومة أدعية العترة الطاهرة ليس مهندسا ومنظما وفقا لهذه الحقائق التي اشرت اليها ولو بنحو اجمالي الدعاء في عبائره هذه ينطق عن هذه الحقيقه الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. ويستمر الدعاء بنفس هذه القواعد والقوانين وفي ضوء هذا الذوق والطعم الوجداني الذي يجمع بين اللذه والالم يجمع بين الحلاوه والمراره بطريقة سحرية لا يماثلها تعبير أدبي لا في لغة الضاد ولا في أي لغة أخرى إنها هندسة أدعية العترة الطاهرة التي صدق من قال عنها إنها قران صاعد هناك قران نازل هو في المصحف وهناك قران صاعد انها الادعيه التي علمنا اياها محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من دعاء ابي حمزه الى دعاء مروي عن سيد الشهداء من ادعيه يوم عرفه النص الملحق بالدعاء المعروف اعني بالدعاء المعروف دعاء سيد الشهداء في يوم عرفه الدعاء المروي عنه هناك نص مضاف الى هذا الدعاء اقرا عليكم من مفاتيح الجنان ماذا جاء في هذا الدعاء المشحون بالاشارات والتلويحات والتلميحات في اعمق معانيها هكذا نقرا في هذا الدعاء الهي الهي انا الفقير في غناي هذه صوره على خشبه المسرح الهي انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري هذه حقيقتي في الكواليس الهي انا الفقير في غناي على خشبه مسرح التقدير فكيف لا اكون فقيرا في فقري في كواليس مسرح التقدير الهي انا الجاهل في علمي وانا على خشبه المسرح اتباهى بعلمي الهي انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء ماذا أقول عن هذه الكلمات هذه الكلمات بحر متلاطم الامواج في معانيها ودقيق اسرارها. الهي انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ الهي انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ جهولا. جهول فعول ظلوم صيغة مبالغة إني جاهل وجاهل 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 إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم غاديرك في كواليس مسرح التقدير، منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء إلى أن يقول الدعاء: ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك؟ بما هو محال ان يصل اليك بما هو محال بما هو محال ان يصل اليك ام كيف اشكو اليك حالي وهو لا يخفى عليك هذه العباره عجيبه ام كيف اترجم بمقالي وهو منك برز اليك ام كيف لا تحسن احوالي وبك قامت ام كيف لا تحسن احوالي على خشبه المسرح وبك قامت في الكواليس ام كيف اترجم بمقالي على خشبه المسرح وهو منك برز اليك في الكواليس انا لست مرتاحا لاستعمال هذه التعابير ان استعمل خشبه المسرح وان استعمل الكواليس وانا اتحدث عن هذه الادعيه العظيمه لكنني ماذا افعل كي اقرب لكم الفكره والصوره وهذا مثال والمثال كما اقول لكم يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيره لكنني مضطر الى ذلك لانني اذا اردت ان اشرح هذه العبائره كل عباره بحاجه الى حلقه وربما اكثر وانتم تعرفون صدق مقالي جربتموني حينما اريد ان اشرح الادعيه او ان اشرح الزيارات ساحتاج الى وقت طويل وطويل جدا ولذا فانني جئتكم بهذا المثال كي اقرب لكم الفكره بقدر ما استطيع جئتكم بمثال خشبه المسرح وكواليس المسرح ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت بك قامت بك قامت أحوالي أذهب إلى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول ان خروج السفياني من الامر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكيه من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار الا ان الحق في علي وشيعه ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون وقت الحلقه انتهى ولم ينتهي الحديث نلتقي غدا ان شاء الله تعالى لكي نكمل حديثنا، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله